مصادر الحدث تؤكد عودة حمدوك لمنزله، والبرهان يؤكد السير باتجاه حكومة جديدة من التكنوقراط حصرا. السودان على طاولة مجلس الأمن بشكل طارئ، والحدث تبحث أسباب الأزمة المتراكمة منذ حكم البشير وحتى اليوم. البطريرك الماروني يلتقي الرؤساء الثلاث ويستهجن استدعاء جعجع دون غيره بأحداث بيروت الأخيرة. والحدث تحاور الرئيس اللبناني السابق ميشيل سليمان في 19. بالتفاصيل، اغتيال ناشطين في العراق وبينهم أحمد عبد الصمد، وصدر بفتوى من خامنئي. التفاصيل أيضا في هذه الساعة الإخبارية. أيضا في 19، أزمة الإخوان مستمرة بين اسطنبول ولندن وبين النهضة والمنشقين عنها، أزمات مترابطة أو صراعات داخلية. مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم. والبداية من السودان، ومن خطاب القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، الذي يبدو أنه رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وقد علق بعض بنود الوثيقة الدستورية التي كانت تشكل الركيزة الأساسية لمرحلة الحكم الانتقالي، لكنه أكد السعي لاستكمال تكوين المؤسسات في غضون 7 إلى 10 أيام. البرهان أشار أيضا إلى أن الحكومة ستشكل بطريقة مرضية، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية. ونتابع مقتطفات مما قاله البرهان. الأخ رئيس الوزراء كان موجود في منزله، لكن نحن خشينا أنه تحصل له أي ضرر، وهو موجود معي، قاعد معي في البيت، موجود في قصر الضياف، موجود معي في البيت، وأنا أمح كنت قاعد معاه والمساء، وهو موجود ومارس حياته بصورة طبيعية. متى ما استقرت الأمور أو متى ما التهديد زال والمخاوف زالت بيرجع إلى بيته، لكن هو موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر. موجود معاي، وامبارح انا قعدت معاه، وكلنا النايب قاعد معاه، واخوان كلهم مجليه وشمس الدين قاعد في امان الله، في امن وامان. ما في زول اختطفه، ما في زول اعتدى عليه، وما في زول عمل له حاجه. قاعد في معاي في البيت، ما في حته، لا في معتقل ولا في اي مكان. اذا كان شعرنا بانه المنطقه امنه هناك، ما عنده تهديد، سيرجع الى بيته. وقال البرهان لن يكون فيها أي قوى سياسية إطلاقا، مؤكدا أنه سيتم تعيين رئيس حكومة دون أن يحدد موعدا لذلك. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى في الدولة، قال البرهان إن البرلمان سيشكل من شباب من قوى الثورة، وأشار عن تأييد المكون العسكري لمبادرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لجمع شمل الصف الوطني والقوى السياسية، لكنه اتهم قوى الحرية والتغيير باختطافها ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار. نحن ملتزمين بأن حكومات الحكومة المقبلة دي نحن نشكلها بطريقة مرضية لكل أهل السودان. نحن عندنا خريطة لكل السودان موجودة، نحن دارين الولايات كلها تكون موجودة معانا هنا في الوزارات. ما حنختار نحن مجلس سيادة حنستكمل، وما حنختاره نحن. نحن عندنا أقاليم السودان كانت ممثلة في مجلس سيادي، مجلس سيادة حيكون قائم زي ما موجود في الوثيقة الدستورية، لكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان. أهل كل إقليم يرشحوا شخص يمثلهم في مجلس السيادة. أقاليم السودان موجودة. أيضا الوزارات، مجلس الوزراء سيتم اختيار وزير من كل ولاية، من كل ولاية. أيضا يتم التوافق عليه والتشاور معه مع أهل الولاية.
ومن الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عثمان. أهلا بك محمد إلى 9:10. هل صحيح بأن رئيس الوزراء عاد إلى منزله؟ نعم صحيح، هذه الأخبار مؤكدة، عودة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى منزله قبل قليل بعد أن قضى يعني هذين اليومين مع سيد الفريق عبد الفتاح البرهان. كما تحدث في المؤتمر الصحفي الذي كان نهار هذا اليوم أنه كان موجود ببيت الضيافة في عمق القيادة العامة بالقرب من المكان الذي ننفذ فيه هذا مباشر. الآن عاد الدكتور عبد الله حمدوك إلى منزله بضاحية كافوري بمنطقة الخرطوم بحري. طب ماذا عن الوزراء الذين أيضا يعني كانوا أخذوا من منازلهم؟ هل علم مصيرهم؟ نعم، حتى الآن مصيرهم مجهول، ولكن المطالبات من قبل الأحزاب السودانية وحتى آخر هذه المواقف التي صدرت سواء كانت من حركة جيش تحرير السودان أو حركة العدل والمساواة والذين كانوا يعتصمون أمام القصر الرئاسي أدانوا فيه مسألة الاعتقال للقيادات السياسية وأيضا الزعامات الحزبية وطالبوا بالإسراع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. هذه الأسماء أشار إليها القائد العام للجيش في التنوير الصحفي الذي قدمه نهار هذا اليوم في مقر قيادة الجيش في القيادة العامة. تحدث عن أنه سيتم تحريك إجراءات جنائية ضد بعض الأسماء التي تم التحفظ عليها، ومن لم تثبت حوله أي تهمة جنائية سيتم الإفراج عنه. هكذا تحدث الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش نهار هذا اليوم. وبالتالي يعني من المتوقع أن يتم يعني عمل تحقيق معهم في الأيام المقبلة ومعرفة يعني حقيقة ما تحدث عنه القائد العام للجيش نهار هذا اليوم. محمد، هناك أيضا أنباء تتحدث عن اختطاف أيضا بعض الوزراء منهم صديق صادق المهدي واسماعيل تاج، ما حقيقة ذلك؟ نعم، في ظل غياب المعلومات بسبب انقطاع خدمة الإنترنت التي تتحسن في وقت ومن ثم تسوء في أوقات كثيرة تصل إلى حد الانقطاع، ربما صعب علينا مهمة الاستوثاق من بعض المعلومات التي ترد إلينا من بعض الأشخاص ومن بعض أيضا شهود العيان. وبالتالي يعني تعذر علينا معرفة هذه الأخبار ومعرفة صحة هذه الأخبار عما إذا كانت هنالك حملة اعتقالات جديدة لزعامات حزبية أو لناشطين سياسيين، ولكن بطبيعة الحال الساعات المقبلة ستكشف ما إذا كانت هنالك أسماء جديدة تم التحفظ عليها. شكرا جزيلا لك محمد عثمان مراسل الحدث، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا لك. وفي تصريحات البرهان أيضا قال قائد الجيش السوداني إن الجيش قدم الكثير من التنازلات من أجل الوصول إلى حكومة مدنية، وأراد تكرار تجربة تسليم السلطة للمدنيين التي نفذها المشير عبد الرحمن سوار الذهب، إلا أن القوى المدنية رفضت ذلك. نحن في القوات المسلحة بكل صدق قدمنا ما يمكن، كل ما يمكن أن يقدم من تنازل من أجل أن نحقق أحلام الشعب السوداني، فأنه عقب 30 سنة يريد أن يرى أن هنالك حكومة مدنية قيادة تقود الدولة بما يحقق طموحاته وأحلامه، تنهي معاناته، تلامس جذور المشاكل وتعاليها وتضع لها الحلول المقبلة أو المستدامة الدائمة التي لا تمكن أي جهة أخرى من أجل اختطاف أحلام الشعب السوداني. لذلك كانت بعد بداية التغيير كنا نظن أن هذه الحالة يمكن أن نحضر قالب المشير سوار الذهب عليه الرحمة وننزله على الواقع السوداني ونمضي به إلى فترة انتقالية قصيرة
ومن بعد يصير الحال إلى انتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. لكن القوى السياسية ذكرت وتحدثت أكثر من مرة بأن تلك التجربة لديها بعض المساوي، لم تتمكن القوى السياسية من تجهيز نفسها. الأمور بدت فيها عدم تراضي، وفي بدأ فيها عدم وسوق في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام، وبعدما حدثت محاصصة حقيقية في توزيع الحقائب الوزارية، توقيع مقاعد المجلس التشريعي، توزيع المناصب في الولايات، توزيع المقاعد في مختلف الجهاز التنفيذي، حدثت عندها المحاصصة التي أدخلت البلد هذا المدخل، مدخل التشظي السياسي ومدخل التشظي العنصري والجهوي الذي أدى إلى مآلات التي استدعت القوات المسلحة أنها تستدرك المخاطر بتحيط بالبلد. وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة دعمت مبادرة رئيس الوزراء للحل في البلاد، إلا أن مجموعة معينة من القوى السياسية اختطفتها وأقصت القوات المسلحة منها. الآن يمكن يشاركوا في المفوضيات، يمكن يشاركوا في المواقع المجلس التشريعي، هذا كله تحدثنا فيه، لكن بكل أسف مبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها بواسطة مجموعة معينة وأغلقتها، أغلقتها على نفسها وبدأت تتحدث في أمور حتى أمور خاصة بالقوات المسلحة نحن لا نعلمها، ونحن أيضا أقصينا من هذه المبادرة. القوات المسلحة ما كانت ممثلة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في الانتقال. ينضم إلينا من الخرطوم مدير تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز، أهلا بك سيد أشرف إلى التاسعة عشرة. كيف تقرأ عودة رئيس الوزراء إلى بيته؟ هل هي بادرة حسن نية؟ تعرف أنا عندي عصب هنا. لا 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 ما اشتغل. شو أستاذ أشرف هل تسمعني؟ طيب بانتظار أن يجهز معنا سيد أشرف نتابع ما أعلنه البرهان إذن، أو بعض المشاهد من الشارع ومن ثم نعود إلى تصريحات البرهان أيضا. ستة وعشرين أكتوبر 2021 يوم التالي مجلس العسكري، شوارع مغلقة، أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم.
أعود إلى ضيفي من الخرطوم مدير تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز. أهلا بك من جديد أستاذ أشرف. كيف تقرأ عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى منزله؟ مرحبا. أهلا. يوم من الواضح جدا أن السيد الفريق البرهان القائد العام الأعلى للجيش قد مهد لذلك في المؤتمر الصحفي، ولعله يريد أن يمتص الغضب الواسع نتيجة التحفظ على السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، خاصة وأن ذلك جاء في أعقاب اتخاذ السيد البرهان قرارات الطوارئ والانقلاب على مجلس الوزراء. إذن هذه الخطوة هي خطوة طبيعية بعد المؤتمر الصحفي وإعلان رئيس المجلس السيادي والقائد العام لقوات الشعب المسلحة البرهان ذلك في أثناء مداولات هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد نهار أمس نهار اليوم. طيب يعني بعد ما جاء في المؤتمر الصحفي ولا سيما التشديد على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات ولا تمثل الأحزاب السياسية، كيف يعني تعلقون على قرار أن تكون حكومة تكنوقراط بحت؟ هو بالتأكيد النقطة الأولى والجوهرية أن هذه الحكومة بالتأكيد إذا جاءت في بكفاءات أو غير كفاءات ستكون هي حكومة غير شرعية، ولن يعترف بها الشباب السوداني الذي خرج من أجل أن يكون الحكم المدني هو أساس الحكم في السودان، خاصة وأن هذه الحكومة ستكون قد تم اختيارها بعد صدور قرارات طوارئ، وهذه القرارات لا تحق للقائد العام للشعب المسلحة ولكن أستاذ أشرف، يعني البرهان قال بأن هذه أو سلسلة القرارات هذه أتت بعد العديد من المحاولات التي بذلها الجيش مع الحكومة والأطراف الأخرى، ولكن كانوا دائما لا يتجاوبون مع طروحات الجيش. ولا تسمعني أستاذ أشرف؟ أستاذ أشرف لم تعد تسمعني؟ طيب على ما يبدو لم يعد معنا على السمع أشرف عبد العزيز، ربما أيضا أعود إليه بعد قليل. لأننا نريد أن نعيد إلى الثورة الشعبية بريقة وألغة، ونعيد لهم إمكانية تحقيق أمنياتهم وإمكانية تحقيق شعاراتهم. هذا باختصار كل ما نريده. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب، في تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة. ليست لدينا معارك، ليست لدينا مقاصد، وكان هذا الحديث واضح من خلال ما تناولت أنا في الكلمة اللي وجهتها للشعب السوداني. أنا أريد أن أذكر أو أذكر بالواجبات والمسؤوليات الوطنية تجاه وطننا نحن السودان وتجاه بلدنا. نحن نفتكر أنها هي الآن في مش في منعطف، لكن في منزلق خطير. إذا ما توحدنا وتماسكنا قد نقود هذه البلاد إلى مصير نحن نخشاه كلنا ونشاهده، وليس بعيد مننا في محيطنا الإقليمي وفي محيطنا الدولي. إذا أعود من جديد إلى ضيفي مدير تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز. أستاذ أشرف، كنت أسألك أو أنقل لك وجهة النظر التي طرحها اليوم البرهان، والتي قال فيها أو سرد يعني سلسلة وقائع كانت دائما تبين حسن نية الجيش ومحاولته لإشراك أكبر عدد من الأطياف في السلطة، ولكن كان دائما هناك استئثار من قبل الحكومة ومن قبل فريق لم يكن يعني يظهر بوادر حسن نية من أجل مشاركة السلطة. كيف تعلقون على ذلك؟ وبالتأكيد ذكر أن حكومة المحاصصات الحزبية الأخيرة هي كانت حكومة حاولت أن تستأثر بها مجموعة محددة وفئة من الأحزاب بالحكم وتستفرد به لوحدها، ولكن لم يثير البرهان هذا الأمر قبل
أثناء هذه السيطرة، ووضح تماما أن الأمور صارت في إطار التجاذب والمناكفات والوصول بالصراع إلى مفتقاه أو بلوغه مداه، عندما قام هؤلاء المدنيون بالمطالبة بتسليم السلطة خاصة رئاسة المجلس السيادي للمدنيين. وهنا بدأ الصراع الحقيقي، وبدأ السجال الذي انتهى باتخاذ قرار الطوارئ والانقلاب على السلطة. إذا مهما كانت هنالك مبررات للسيد البرهان فيما يتعلق بإطار يعني أن يقوم في إطار الصراع الذي دار بين هذه المجموعات وبين الجيش، إلا أنه لا يصل إلى مرحلة اتخاذ قرار الطوارئ. صحفي مباشر لرئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة التي يتوجه فيها إلى أهالي برقة بحضور عدد من الوزراء. 12 سفير من المنطقة الشرقية، نسبة 43%. 43% من السفراء المعينين جدد من المنطقة الشرقية. من المنطقة الشرقية، وهذا أعتقد أنه فوق من الكافي. وحتى كانوا في خطأ سابق، إحنا بنحاولوا الانحراف ده بنحاولوا تقويم واسترجاع الأمور إلى نصاب. شنو عندنا الثاني؟ نجول المشروعات. طبعا فيه كثير من الـ من الـ من الناس يقول لك، حتى في بعض القنوات اللي ممكن تبت داعمة لهذا التيار وهذا الاتجاه، يقول لك والله صار فين جهاز التنمية الطويل المركزي. وين جهاز إبراهيم تاكيت هذا مدير عام الجهاز؟ قال الجهاز واخدين 100 مليون من الطوارئ. صحيح 100 مليون من الطوارئ، وقالوا ايش وين صار فينا ايش وين كذا. احكي يا ابراهيم، قول وين حطيت ال 100 مليون اللي خديناها لك من طوارئنا؟ هو عفوا سيد الرئيس، اذا كان تبي نحكي على الموضوع بشكل عام ولا تحكي على ال 100 بتاع الطوارئ؟ خلينا نبدأ في الموضوع هذا وبعدين نحكي على الموضوع بشكل عام. خصص الجهاز هذا العام 98 مليون و600 وكسر 1000. ال 98 85 مليون لانشاء مدرجات بجامعه بنغازي، و13 مليون لسداد مرتبات الشركة العامة للبناء والتشييد التي تقع في مدينة بنغازي. هذا إجمالي 98 مليون اللي خصصوا من الطوارئ. أنا القناة اللي حكيت عليه أن جهاز تطوير خصصنا له من الطوارئ والطوارئ والطوارئ أهو. هذا الرقم الوحيد اللي خصص للجهاز من الطوارئ، والاثنين في بنغازي حوالي 98 مليون. 98 مليون وخصص للجامعه ول 85 مليون لانشاء منطقه المدرجات في الجامعه اللي باشروا فيها المقاول الاسبوع الماضي، استلم الموقع وباشر، و13 مليون لتزيد مرتبات منتسبي الشركه الليبيه للبناء والتشييد اللي مقر ادارتها العامه واكثر عدد منتسبيها في برقه. باهي والبعد نشوف المشروعات العامه. سياده الرئيس، اجمالي ما خصص للجهاز او برنامج عودة الحياة يشتمل إلى عودة العديد من المشروعات في مناطق ليبيا بإجمالي قدرة 1.490 مليار، أي تتكلم على 1.5 مليار. هذا اللي خصص للجهاز، هذا الإجمالي اللي خصص لعودة الحياة. طبعا المعايير بعيدا عن السياسة، هنا المعايير اللي احنا اخذناها الأجهزة، يسمح لي أخوتي الأجهزة، احنا المعايير اللي وضعت فنية لعلاقة بمدى استعداد أدوات التنفيذ للعودة، توفر الظروف الملائمة لعودة المقاول، وقبول المقاول بالعودة بالأسعار الأولى أو الوصول معه إلى اتفاق إلى أسعار جديدة. نعم. دون النظر لأي اعتبارات أخرى ومدى الحاجة إلى هذا المشروع في في المنطقة الموجود بها. اللي طلع في وفق إحصائية سريعة الآن 1.5 مليار اللي خصص للتحول في برنامج عودة الحياة. من 495 في مدينة أو في منطقة برقة، سمحوني في التعبير، في منطقة برقة. لا سمحش، هو يبوا التسمية دي، احنا ما عندنا اشكيد، برقة بيسموها برقة، بيسموها شرقية، قلنا بيسموها اي تسمية، احنا ما عندنا مشكلة، احنا عندنا تقسيم اداري ونعرف تقسيمنا الاداري. هذه تشكل منطقة برقة، هم بالك في اعتزاز بهذه التسمية، بالعكس احنا نرحب بها وما عندنا مشكلة. حتى كان بيقروه البرلمان ولا يقر اي حاجة في هذا التقسيم الاداري الجديد،
احنا ما عندناش اشكاليه. هذه سياده الرئيس والاخوه الحضور هذه تشكل نسبه 37%، هذا بخلاف ال 100 مليون طبعا اللي حكينا عليها، ال 85 مدرجات تشكل 37% من قيمه. معناها تو توصل بال 100 مليون هذين تصل الى فوق ال 43%، تتكلم على 42-43%. نعم 43%. خلاص تمام، احنا فيش نقطة أخرى غير تمام. لا بجاز سريع إذا حبيت، عندي المشروعات قطاعاتها. لا مشروعات أنت عفوا، نعم باش لابد توضح أنت وجهاز الطرق والجسور وجهاز الإسكان والمرافق، جهاز مشروعات المواصلات، عديتوا البنغازي شو صار لكم غادي؟ اللي بتعرضوا أنتم عديتوا غادي بتعرضوا هذه المشروعات، خلينا بعد نتموا السؤال هذا جاوبوني عليه بعد ما يكمل الأستاذ سامي. أنت جهاز المشروعات المواصلات شنو عندك من مشروعات غادي في المنطقة الشرقية في موضوع عودة الحياة؟ ليه احنا ماناش مسؤولين على أي حكومة أخرى ولن تحاسبوا على أي حكومة، احنا اتهمونا كحكومة الوحدة الوطنية واتهموني هنا شخصيا بالجهوية، وأنتم اتهموكم أنكم أنتم منحازين وتحابوا في ناس معينه وتحابوا في مناطق معينه، وقعد دافعوا على انفسكم، وانا ندافع قاعد على نفسي وحتى انتم دافعوا على انفسكم. بسم الله. لان هذه تهمه خطيره ولا يمكن القبول بها. هذه تهمه تمس وطنيتنا وتمس اهدافنا في ان احنا تكون ليبيا واحده. تفضل يا سيدي. بسم الله. من الايام اليومين الاولين من تاريخ استلام حكومه الوحده الوطنيه حقيقه ركزنا على المشروعات التي يمكن بدء العمل فيها ويمكن تفعيلها، أخذاً في الاعتبار الأسس اللي تفضل بها زميلي إبراهيم، وهي جاهزية أدوات التنفيذ أو الشركات، ويعني توفر المناخ الملائم في المناطق المقام فيها هذه المشروعات، أيضاً استكمال إجراءات التعاقد وما يصحبها من أوامر تغيير وغيرها. فبعد وضع هذه الأسس تم طلب مبلغ في حدود 690 مليون لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، واللي كان أغلبها لمشروعات الطرق. كان النصيب أو المشروعات في المنطقة الشرقية عموما سواء الهلال النفطي. وبالعودة إلى الشأن السوداني، أعلن البرهان في بيان رسمي تعليق العمل بالمواد 11 و 12 و 15 و 16 و 24 و 71 و 72 من الوثيقة الدستورية، مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. فما هي هذه المواد وما أبرز ما تنص عليه؟ نبدأ بالمادة 11 والتي تتحدث عن تشكيل مجلس السيادة، حيث تعتبر المجلس بأنه رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. كما تعتبر المادة نفسها أن مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات الأخرى. يتكون هذا المجلس بحسب المادة نفسها بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى أعلان الحرية والتغيير. وتتابع المادة نفسها أن المجلس يتشكل من 11 عضوا، 5 من المدنيين و5 من العسكريين، ويختارهم المجلس العسكري، فيما العضو 11 مدنيا. أما المادة 12 فتحدد سلطات مجلس السيادة، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء. كما تتيح المادة 12 لمجلس السيادة اختيار الولاء وحكام الأقاليم، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي وأهم المسؤولين الساميين في الدولة. أما المادة 15 التي كانت من المواد التي علق أيضا البرهان العمل بها، فتختص بتكوين المجلس ومجلس الوزراء الانتقالي. وتنص المادة أن مجلس الوزراء يتكون من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوزون 20، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من الحرية والتغيير. يستثنى من جملة هؤلاء الوزراء وزراء الدفاع والداخلية، إذ يرشحهما الأعضاء العسكريون بمجلس السيادة. أما المادة 16 فتحدد اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء. من بين تلك الاختصاصات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج الحرية والتغيير،
إضافة إلى العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام وغيرها من الاختصاصات. المادة 24/3 تتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وتعرف هذا المجلس على أنه سلطة تشريعية لا يجوز حلها. وبالنسبة لأعضائه فتقول المادة نفسها بأن 67% من أعضائه تختارهم قوى الحرية والتغيير، و 33% تختارهم القوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. أما المادة 71 فتنص على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في حين تنص المادة 72 على أن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة. بالكثير يمكن نهاية الشهر احنا التزمنا بأنه يقوم مجلس القضاء العالي، يقوم مجلس النيابة، تشكل المحكمة الدستورية بواسطة القانون، ما في زول بيشكلها ولا في زول بيتدخل فيها كما ورد في قوانين هذه المؤسسات. أيضا المجلس التشريعي سنحرص أن يقوم ومن شباب الثورة. نحن عندنا عدد ليس بالسهل من ليان المقاومة من المستغلين، نحن بنعتمد عليهم في تشكيل مجلس التشريع. نحن بنفتكر أنه مهم وضروري. مجلس التشريع القوى السياسية فشلت في أنها تشكله لأنها أصلاً ما وصلت لوفاق. من الخرطوم ينضم إلينا يحيى الحسين، رئيس حزب البعث السوداني والقيادي في الحرية والتغيير. أهلا بك إلى 19 سيد يحيى. لماذا تم اليوم إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك؟ شكرا جزيلا، مساء الخير. اهلا. حقيقه نحن لا نعرف لماذا اعتقل حتى يطلق سراح. نحن يعني اعتقد انه لم يكن هناك مبرر للانقلاب من الاساس يعني، ولا نرى مبررا لاعتقال حمدوك وغيره من الاخرين الذين تم اعتقاله. لذلك ما يجري الآن لا نمتلك معلومات يعني واضحة حوله، حتى بعد المؤتمر الصحفي للقائد العام للقوات المسلحة لا نعتقد أننا قد امتلكنا كل الحقيقة. يعني الانقلاب تم في ظروف كنا بنعتقد أنه كان يمكن أن نتجاوزها بالحوار، بالحوار المتواصل يعني. هناك فعلا خلافات، هناك صراعات داخل المكون المدني وخلافات. نعم، طيب بعد الذي حدث يعني بعد سلسلة القرارات التي اتخذها البرهان مثل حل مجلس السيادي وحل مجلس الوزراء وإصرار الحكومة على أنها هي التي لا تزال يعني السلطة التنفيذية وإطلاق سراح الحمدوك، الآن برأيكم ما الذي سيحدث؟ هل سيتمسك حمدوك بالسلطة التنفيذية وكيف؟ يعني هل يمكن أن يستعمل ورقة الشارع؟ هو حقيقة لا حمدوك ولا البرهان هم يعني من يستطيعوا أن يمتلكوا ورقة الشارع. ورقة الشارع لا يمتلك، لا أقول يمتلك ورقة الشارع، وإنما يستخدم ورقة الشارع، يعني يدعو لمظاهرات. استخدام ورقة الشارع يعني الشعب السوداني هو الذي قرر أن يستخدم الورقة في سبيل أولا لإنهاء الانقلاب، ثم للاتيان بالسلطة المدني بغض النظر عن من يملك يعني يحكم في بداية في المرحلة القادمة. الوثيقة الدستورية التي أشرتم إليها في التقرير يعني صارت يعني بالية. هذه الوثيقة تعرضت لكثير من التعديلات، كثير من الخروقات بلا مبرر يعني، بواسطة المجلسين مجلس الوزراء والمجلس السيادي
بالرغم من أن الجهة الوحيدة التي كانت تمتلك حق التشريع، حق التعديل، حق هي المجلس التشريعي الذي لم يقوم، والذي كان المفروض يقوم في ظرف 90 يوما، وحتى 90 يوما لم نكن متفقين حولها، لكن لم يقوم مجلس التشريع حتى الآن، لم تقوم محكمة دستورية. طيب هذا كله سيد يحيى إلى ما يقودنا، يعني لو تحدثنا عن أو أخذنا بالحسبان التي تتفضل به إضافة إلى المعطيات الجديدة التي حدثت اليوم، منها ما قاله البرهان في مؤتمره الصحفي، ومن ثم إطلاق سراح الحمدوك، طبعا إضافة إلى المواقف الدولية ولا سيما تجميد المساعدة الأمريكية بقيمة 700 مليون دولار، إضافة إلى قول البنتاغون بأنه طيب. شكرا جزيلا لك يحيى الحسين، رئيس حزب البعث السوداني والقيادي في الحرية والتغيير، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. وأيضا في 19:00 ولكن بعد الفاصل، مقابلة خاصة مع الرئيس اللبناني السابق ميشيل سليمان. كل منهم لديه مهمة، باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون، يوما بعد يوم مستمرون مراسلو الحدث. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. من جديد نتابع من لبنان، حيث تقدم وكلاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بمذكرة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، يبينون فيها أن استدعاء موكلهم غير قانوني. هذا وطلب وكلاء بعض الموقوفين بتنحية المفوض لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الذي رفض تسجيل طلب التنحي، وهو الأمر الذي وصفه وكلاء الموقوفين بالمخالف للأصول القانونية، ودفعهم لطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كشف في مقابلة سابقة أن مجلس الأمن المركزي استعرض خلال اجتماعه كيف تم نصب المدافع قبل أحداث الطيوني، كما أن الجيش هو من أسقط العنصر الذي كان يطلق قذيفة RPG، وهو بالتالي ما يؤكد وفق المعطيات الرسمية الطرف المعتدي والطرف المعتدى عليه. نستمع. نحن قاعدين اجت صورة للقائد شاب قناص قوص الجيش. صراحة اليوم بالمجلس الأمن المركزي انعقد، انحكى كل شيء بالتفاصيل، ونحكى مين اللي أول شيء بلش، ونحكى مين عم بركز كمدفعية بالشوارع، ونحكى في مدافع كانت عم تركز بالشوارع بسرعة المطلوبة. استهجن البطريرك الماروني بشار الراعي استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره إلى التحقيقات الجارية بشأن أحداث الطيوني،
البطريرك الماروني أضاف في مؤتمر صحفي أن لبنان يريد قضاء حرا مستقلا وليس طائفيا. وفي مؤتمر صحفي آخر بعد لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أكد البطريرك الماروني بشار الراعي أن لكل إشكال أو أزمة حل، كما شدد على أهمية صيانة القضاء والقانون والدستور. هذه الزيارة اجت من بعد زيارتي لجلالة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، وقلت بتصريحي أنه طرحنا حلول، موقفنا مع إن كان مع دولة الرئيس بري أو مع دولة الرئيس مئاتي وزيت الحلول، متفقين على زيت الحل، هل هو انطلاقا بالدستور والأوانين، ولذلك الواقع اللي احنا فيه اليوم بينحل كليا. عن استدعاء الرئيس القوات المدنية سمير جعجع يا مضالتي، كل شيء له حل، المهم صيانة القضاء، صيانة القانون، صيانة الدستور، وكل شيء بالحال هو اسمه طريق. ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت العماد ميشيل سليمان الرئيس اللبناني الأسبق. أهلا بك فخامة الرئيس إلى 19. على ما يبدو وكما نرى فإن أحداث الطيوني تتفاعل، هناك دعوة لسمير جعجع للمثول كشاهد، رفض من الأخير، دعوة لمناصريه للتظاهر، بنفس الوقت هناك يعني زيارة كما رأينا للبطريرك الماروني للرئاسات الثلاث، واستهجن فيها دعوة القضاء إلى شخصية دون سواها. هل كل هذه المعطيات تشي بتصعيد أمني ما برأيكم؟ مساء الخير أول شيء، ومتأسف على الضحايا اللي عم يتساقطوا تباعا بلبنان من جراء أحداث أو تصرفات غير مدروسة وتؤدي إلى اشتباك، بالإضافة إلى ما حصل في مرفأ بيروت. هذا الأمر أأمل أن لا يؤدي إلى تصعيد في الشارع، لأنه يكفي لبنان ما حصل له من تصعيد ومن اشتباكات. هو تعبير عن موقف، لأنه الرأي العام غير مقتنع أن استدعاء سمير جعجع هو يتساوى مع الآخرين. عندما تستدعي مسؤول حزبي يجب أن يتم استدعاء مسؤول، ويمكن اختيار مسؤول على الأقل عن الطرف الآخر، ولو أن التهمة أو القتلى سقطوا من طرف واحد، ولكن هناك سلاح ظهر على الشاشات، سلاح بكسرى. نأسف لهذا التصرف، ويجب أن يتدارك الجميع ما حصل كي لا تتكرر. لا 7 أيار التي بدأت باستقالة من الحكومة وتبعها فراغ دستوري وتبعها اعتصام بقرب السرايا. كان كنتم فخامة الرئيس كنت قائدا للجيش في أيام 7 أيار، هل ترى المشهد مماثل اليوم؟ المشهد اليوم أسوأ بكثير، لأن التظاهرة حصلت ضد القضاء. التظاهرة السابقة حصلت بأثناء فراغ دستوري، لم يكن هناك رئيس أو قائد للقوى المسلحة، ولم تكن هناك حكومة مكتملة متفق عليها. اليوم الحكومة والرئيس هم حلفاء لحزب الله. لماذا لم يعطوا مجالا لمعالجة سياسية كما تكلم البطرك؟ لأن المعالجات السياسية هي التي تمنع حصول الاحتكاك. وأنا أقول حصل تقصير بمعالجة قضية المرفأ من 4 آب إلى غاية اليوم، وهذا التقصير لا يلحق بالرئيس مئاتي لأنه وصل مؤخرا وكانت الأمور قد أصبحت بمكان آخر. كيف عن أي نوع من التقصير تتحدثون؟ معلوم أن أهالي الشهداء والمنكوبين والجرحى يطالبون بتحقيق وعدالة، وتمهلت الدولة كثيرا باتخاذ المواقف. ولا ننسى طبعا، أنا أقول أنه هناك فصل بين السياسة والقضاء، ولكن هناك مجلس وزراء كان مسؤولا وكان غائبا بنفس الوقت،
وأيضا التبعة على سياسة الدولة بكاملها من رئيسها إلى حكومتها في ذلك الوقت. ولو تمت معالجة هذه المواضيع هذا الموضوع لما كنا وصلنا إلى مظاهرة ضد القضاء، وكأن حزب الله الذي أمن السيطرة السياسية على الدولة يحاول الآن إمساك بالمؤسسات، ومنهم مؤسسة القضاء والتي هي الدولة بدون قضاء لا تكون دولة، هذا الحقيقة. طيب هل تعتقد اليوم القاضي بيطار يعني لا يزال صامدا إذا صح التعبير بوجه محاولات إزاحته، هل تعتقد بأنه سيتمكن من البقاء على نفس الموقف؟ وكيف يمكن لحزب الله أن يصعد بوجهه؟ لأنه يعني أرسله العديد من الرسائل، إن كان الرسائل السياسية الأمنية، تهديدات باقتلاعه، وحتى الآن لم يعني تنجح هذه التهديدات معه. برأيك هل يمكن أن يلجأ الحزب إلى أساليب أخرى؟ أتمنى أن يبقى صامدا أن يعمل على منع أي طرف من التسلط على القضاء، الإمساك بالقضاء. اليوم الإمساك بالقضاء، بالأمس تم تهديم المؤسسات المصرفية، غدا نحاول أن نمسك بالأجهزة الأمنية أو بالقوى المسلحة. هذا الأمر لا يمكن. كفى، يجب أن نعالج موضوع السلاح وننسى مقولة السلاح يحمي السلاح، يعني السلاح يحمي القضية، يجب السياسة تحمي القضية. هذا ما أراد البطريرك الراعي أطال الله بعمره أن يقوله اليوم للجميع. السياسة مسؤولة دون التدخل بشؤون القضاء، هي مسؤولة عن تصرفات الناس. بما أنك ذكرت البطريرك الراعي فخامة الرئيس، بأي إطار تضع زياراته اليوم، وكيف يمكن يعني أن تتعاطى هذه الأطراف المعنية بها مع المطالبات التي أطلقها البطريرك اليوم؟ الحقيقة لا أعلم ماذا طلب الراعي أو ما هي مبادرته، ولكنه ركز على نقطة مهمة، أنه معالجة هذه الأوضاع تكون بالسياسة، وإلا لماذا خلقت السياسة؟ البطريرك الراعي يحاول القيام بدور إنقاذي، عجزت أو تلكأت عنه السياسة وأوقفوا الحوار وأوقفوا كل ما تعهد به لبنان تجاه العالم من الحياد إلى معالجة موضوع السلاح. هل برأيكم بعد أحداث الطيوني نحن أمام تغير بقواعد اللعبة وبموازين القوى؟ لا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة بتغيير موازين القوى. التهديد لطرف شريك في الوطن لا يجوز، والشعارات التي تطلق من حين لآخر أثناء المظاهرات أيضا يجب الانكباب على دراسة هذا الوضع. وأيضا لا يمكن أن يستدعى مسؤول سياسي مسيحي دون أي ارتباط. الرأي العام غير مقتنع أن الاستدعاء هذا هو استدعاء صحيح، وإلا لم نسمع ربما يوجد، لم نسمع باستدعاء مسؤول عسكري من الطرف الآخر، إن كان فاعلا أو إن كان قام بردة الفعل. الأمر يخضع للتحقيق، ولا ننسى أن هناك موضوع الجيش أيضا. نسمع أن هناك تحقيق حصل في الجيش لأنه حصل أطلاق نار من الجيش. إذن كيف نستطيع أن نظهر الحقيقة للرأي العام حتى يقتنع؟ أنا مع احترام القضاء عندما يحترم الأطراف السياسيين جميعا يحترمون القضاء وليس يحاولون إخضاع القضاء. هذا الإخضاع هو بحد ذاته الخطأ، وحاولة الإمساك بالقضاء وترهيبه هو أيضا خطأ. ولكن هل تعتقد بأن فريق معين يمكن أن يضمن استقلالية القضاء وهو يعلم بأنه هذا القضاء نفسه يمكن أن يورطه أو أن يثبت إدانته؟ هو القضاء يجب أن يظهر عن استقلاليته، ونشهد في هذه الفترة القصيرة الماضية مواقف للقضاء، مواقف جيدة في هذا
في هذا المجال، إنهم يحاولون إثبات شخصيتهم. وأعود للسياسة، السياسة هي المسؤولة عن احترام القضاة. أنا كنت أتدخل في خطاباتي عندما يتعرضون القضاة لتهديدات مبطنة، أقول مبطنة، التهديدات لا تأتي صريحة إلى القضاة، عندما يتعرضون ويخبروني من زارهم وماذا قالوا له، كنت أقول في كلماتي أمام الملأ على الإعلام إنه أنتم تحكمون باسم الشعب، والذين يحاولون إرهابكم هم الذين سيسقطون يوما. تحدثنا عن التهديدات التي تطال القضاء، ولكن هناك أيضا يعني مضايقات كذلك وضغوط على المؤسسة العسكرية، كيف يمكن برأيكم للجيش أن يتعاطى معها؟ أعتقد أن المؤسسة العسكرية تحسن إدارة شؤونها وتستطيع التخلص أو إبعاد هذه التدخلات، ولا تسمح أن يتدخل فيها أي طرف مهما كانت قوته ولو كانت تبلغ 100,000 مقاتل. شكرا جزيلا لك العماد ميشيل سليمان، الرئيس اللبناني الأسبق، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. والآن إلى الشأن اليمني، حيث تشهد جبهات حجة اشتباكات مستمرة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي التي تحاول التقدم والسيطرة على مواقع الشرعية التي تبادلها بإطلاق النار لصد هجماتها. وفد الحدث زار الخطوط الأمامية بجبهة الطينة بمحافظة حجة ورصد لنا الأوضاع هناك. نحن الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة الطينة في محافظة حجة، هذه الجبهة المشتعلة منذ أيام والتي شهدت قتالا شرسا بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية. نحن أول من نصل إلى هذه الجبهة، جبهة الطينة بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية، حيث تجري الاشتباكات بصورة مستمرة بين قوات الشرعية التي نقف في مكانها الآن وميليشيا الحوثي التي تستهدف من خلال القذف بقذائف الهون لهذا المكان أن تزيد الحصار على المواطنين الموجودون في محافظة حجة، ما يزيد المعاناة المستمرة التي يعيشونها. القوات هنا تتحدث على أن هذه الاشتباكات تستطيع القوات اليمنية صدها بصورة مستمرة. هذا هو أحد الجنود الذين يقفون في الخط الأمامي تماما على جبهة الطينة، وكما تشاهدون وتسمعون هذه الطلقات هي رد على طلقات أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل قليل لتستهدف بها هذه المنطقة. الوضع بالجبهة كما تشاهدون تبادل عيارات، تم الرد على ميليشيا الحوثي وتم إسكات عياراتهم. ميليشيا الحوثي في الاتجاه ذي باتجاه مزارع الجر، وبحربهم بالحرب الجبانة بالحرب المسيرة والذية، وكل ما حاولت ميليشيا الحوثي أن تتعامل بالعيارات بيتم عليها ولن تتقدم شبرا واحدا. تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن حتى لا نستهدف من قبل هذه المسيرات التي تطلقها ميليشيا الحوثي بصورة مستمرة لاستهداف القوات الموجودة في هذه المنطقة. من داخل جبهة الطينة لقناتي العربية والحدث، أحمد بقاتو، محافظة حجة. الساعة الأولى من 19 انتهت، إليكم أبرز مواضيع الساعة الثانية. السودان على طاولة مجلس الأمن بشكل طارئ، والحدث تبحث أسباب الأزمة المتراكمة منذ حكم البشير وحتى اليوم. بالتفاصيل، اغتيال ناشطين في العراق بينهم أحمد عبد الصمد صدرت بفتوى من خامنئي، والتفاصيل في 19. أيضاً في 19 أزمة الإخوان مستمرة بين اسطنبول ولندن، بين النهضة والمنشقين عنها، أزمات مترابطة أو صراعات داخلية على السلطة. دقائق ونفتح كل هذه الملفات قبل الفاصل. الساعة
السيد غوتيريس كان يريد الاستماع إلى وجهة نظر أخرى غير التي كان يستمع إليها من قبل ممثلي حكومة الوفاق وقتها. وزرت حتى بعض العواصم، لكن كان يطلب مني عدم الإفصاح. كان يحدثني عن مقابلاته السيدة عائشة القذافي، ذهبوا له وسلموا له رسائل من السيد سيف الإسلام. مارس 2018 قدمت استقالتك علنا. محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الأسبق. الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً 5 مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك. حاضرك، مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية: Thank you.
السودان على طاولة مجلس أمن بشكل طارئ، والحدث تبحث أسباب الأزمة المتراكمة منذ حكم البشير وحتى اليوم. بالتفاصيل، اغتيال ناشطين في العراق بينهم أحمد عبد الصمد صدرت بفتوى من خامنئي، والتفاصيل في هذه الساعة. أزمة الإخوان مستمرة بين اسطنبول ولندن وبين النهضة والمنشقين عنها، أزمات مترابطة أو صراعات داخلية على السلطة. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من 19 والتي نبدأها أيضا من الشأن السوداني. ما بين الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طوال 30 عاما، والأحداث التي يشهدها السودان اليوم، مرت أحداث كثيرة، منها ما شكل نقطة التحول الرئيسية في البلاد وبدأت بالتظاهرات التي سبقت إسقاط البشير، عندما خرج المئات من المتظاهرين في 19 من ديسمبر 2018 في عدة مدن منددين بقرار الحكومة زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف في خضم أزمة اقتصادية. وفي 6 من أبريل 2019 بدأ اعتصام شارك فيه الآلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ليعلن الجيش السوداني بعد 5 أيام أي في 11 من أبريل اعتقال البشير وعزله. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللينة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. في 3 من يونيو أقدم مسلحون بملابس عسكرية على فض الاعتصام الذي ظل متواصلا تنديدا بما سمي آنذاك انقلابا، ما أسفر عن مقتل العشرات. في 17 من الشهر نفسه وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى ما يسمى الإعلان السياسي، الذي يقر مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية ل3 سنوات، وينص إنشاء مجلس سيادة يدير المرحلة الانتقالية. بعد جولة من المفاوضات شكل في منتصف أغسطس مجلس السيادة الذي ضم 6 مدنيين و5 عسكريين برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وعين عبد الله حمدوك المتخصص في الاقتصاد في الأمم المتحدة رئيسا للحكومة. لنعد بكم مشاهدينا إلى مشاهد توقيع الوثيقة الدستورية. بعد أكثر من سنة تحديداً في 3 أكتوبر 2020 وسعياً لوضع حد للنزاع الدموي الذي استمر 17 عاماً، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام تاريخي في جوبا مع تحالف من 5 مجموعات متمردة و4 حركات سياسية من أقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. بعدها في 11 سبتمبر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية لاحتواء انهيار الجني مقابل الدولار وكبح التضخم الهائل. وبعد أقل من 2 شهر من موافقته على اتفاق سلام مع إسرائيل، شطبت الولايات المتحدة الأمريكية السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب. وظلت الأمور تسير في منحى إيجابي حين كشف رئيس الوزراء في 8 فبراير 2021 عن حكومة جديدة تشمل 7 وزراء من الحركات المسلحة،
وكانت ناشطة في ظل النظام السابق. لكن في 22 من يونيو بدأت مخاوف تولد عند حمدوك حين دعا للوحدة بين السياسيين والعسكريين محذرا من انقسامات مثيرة للقلق الشديد. وفي 17 من سبتمبر أغلق متظاهرون الميناء الرئيسي للبلاد في مدينة بورت سودان. بعدها بأربعة أيام أعلنت الخرطوم إحباط محاولة انقلاب قام بها مدنيون وعسكريون متهمة إياهم بأنهم مرتبطون بنظام البشير. نتابع. كل قواتنا النظامية كلها إحنا الآن على قلب رجل واحد. وانا ذا جمعه هنا محمد حمدان عشان ما في زول زايد يقول اصل الدعم السريع براه وراس الجيش براه. كلنا دايرين نصلح على البلد دي ودايرين نلم القوى السياسيه، نتكلم معاهم يوميا قاعد نقول لهم الكلام ده، ان نوحدوا الحريه والتغيير. قلنا لا توحد يا توحد يا الحريه والتغيير زي ما كنت يوم 11، جيبوا معاكم القوى السياسيه الثانيه وتعالوا كلنا نمشي سوا مع بعض عشان نطلع بلدنا، عشان نحافظ عليها، عشان نحميها. ولسه حنظل نكرر الكلام ده لغاية ما يتحقق هذا الأمر. ليخرج بعد هذا الكلام حمدوك في تصريح آخر في 15 من أكتوبر ويعتبر أن المرحلة الانتقالية تمر بأسوأ أسمى. لنتابع ما قاله. لقد تابعتم الأحداث الأخيرة في البلاد والأزمة السياسية الحادة التي نعيشها الآن، ولا نبالغ إن قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال بل وتهدد بلادنا كلها وتنذر بشر مستطير. بعدها بيوم واحد فقط بدأت الأزمة تتسع حين نصب موالون للجيش خيما أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحكومة عسكريين، ليأتي الرد في 21 من أكتوبر عبر تظاهرات حاشدة مؤيدة لحكومة مدنية. وفي 25 من أكتوبر جرى التحفظ على مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان على رأسهم رئيس الحكومة حمدوك، وأعلن بعدها البرهان تعليق العمل بأجزاء من الوثيقة الدستورية. من الخرطوم ينضم إلينا ضياء الدين بلال محلل سياسي وكاتب صحفي. أهلا بك سيد ضياء إلى 19. استعرضنا إذن في هذا التقرير منذ قليل أبرز المحطات التي مر بها السودان ما بعد الإطاحة بالبشير. الأزمة التي حدثت في الأيام الأخيرة، هل كان بالإمكان تجنبها ومن يتحمل مسؤولية إدخال البلاد في هذا النفق؟ نعم، كان بإمكان تجنب هذه الأزمة والوصول إلى حافة الهاوية لو أن المصالح العليا للدولة أصبحت أعلى من المصالح الذاتية والمصالح الحزبية. أعتقد أن الصراع الأساسي الذي تم في الفترة الأخيرة هو صراع على المكاسب وعلى المغانم وعلى المقاعد، لا صراع على المبادئ وعلى تنفيذ الشعارات الثورة المتعلقة بالحرية والسلام والعدالة. كذلك الطبيعة المختلفة للشريكين، هناك الجانب العسكري وهو طبيعته تقوم على التراتبية وتقوم على الأوامر والتنفيذ، لا تحتمل الجدال، لا تحتمل الخلاف. وهناك كيان مدني حزبي قائم على الجدال وقائم على النقاش وقائم على الحوار. هذه الشراكة الملتبسة هي التي أنتجت هذه الأزمات. كذلك
الدخول في معارك صغيرة. كل هذه المعارك الصغيرة ترتبت عليها خطائر استراتيجية كبرى. كان بإمكان هذه الشراكة أن تعبر بالبلاد، كان بإمكانها أن تؤسس دولة مستقرة، دولة تحترم القانون، تحترم ولكن الحلال. تحدثت عن الاختلاف بطبيعة المكونين، وبالتالي هل يمكن القول بأن الثغرات الموجودة في الوثيقة الدستورية التي أجبرت مساكنة طرفين متناقضين هي كان بطبيعة الحال ستؤدي إلى ما وصل إليه الحال؟ كان متوقع أن يحدث ذلك، خاصة وأن الفترة الانتقالية امتدت لعدد من السنوات. كان يمكن تجاوز ذلك لو أن الفترة الانتقالية كانت فترة قصيرة، ولكن للأسف الأطراف جميع الأطراف كانت ترغب في تمديد الفترة الانتقالية لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن حزبيا وحتى تتمكن سياسيا وحتى تتمكن اقتصاديا ومن ثم تنتقل إلى الانتخابات. بل هنالك أطراف كانت ترغب في أن تصبح الفترة الانتقالية لعشر سنوات. أعتقد أن طول الفترة وطبيعة التكوينات وطبيعة الخصائص المختلفة للشريكين هي التي أدت إلى ذلك، بالإضافة إلى العناد. لا توجد قيادة سياسية كبرى في السودان. سردتم قبل قليل تاريخ السياسة السودانية، تاريخ السياسة السودانية تاريخ للأسف تاريخ صراعي لا تعلو فيه قيم الوطن، لا تعلو فيه المصالح العليا. الصراعات ذات الطبيعة الحزبية هي الأساس. في عام 1964 بعد سقوط نظام الرئيس عبود دخلت البلاد في ذات الصراع بذات السمات. كانت هنالك مجموعات قيل أنها مجموعات يسارية سيطرت على الفترة الانتقالية، ذلك أغاب. طيب إذا كان البلاد كانت البلاد دخلت في السابق بنفس النفق وهي تعيد تقريبا نفس التجربة، من يتحمل مسؤولية عدم اتعاظ من الماضي؟ هل هم السودانيون، الشعب السوداني الذي يعني ينزل إلى الشارع، أم هم القادة يعني الذين كما ذكرتهم يعني تحدثت عن سمات العناد وغيرها؟ النخب السياسية، النخب السياسية هي التي ترتكب هذه الأخطاء، والنخب السياسية هي التي لا تستفيد من التجارب، والنخب السياسية هي التي أطلق عليها الدكتور منصور خالد بأنها أدمنت الفشل وظلت تتخبط في الصراعات، وظل التاريخ السياسي السوداني تاريخ دائري مغلق ينتقل من حكم عسكري إلى فترة انتقالية لفترة ديمقراطية هزيلة سرعان ما تسقط لتأتي حكومة عسكرية. وكل هذه التجارب للأسف لا تكسب القوى السياسية خبرة ومعرفة ودراية ومقدرة على تجاوز الأزمات ومقدرة على عدم. طيب الآن هل تعتقد بأن الحل لهذه الأخطاء هل تعتقد وفق طبعا المعطيات الموجودة حتى الآن، هل تعتقد بأن حل الأزمة سيكون عبر تطبيق خارطة الطريق التي اقترحها البرهان، أم ستكون عبر يعني وضع خطة عمل جديدة من كل الأطراف؟ خطة العمل التي قدمها البرهان أعتقد أنها عصية على التنفيذ. هنالك حالة احتجاج سياسي واسع من قبل القطاعات الشبابية التي تسيطر على الشارع السياسي السوداني. هنالك تهديد بتطبيق عصيان مدني، هنالك ضغوطات دولية، هنالك حياد إقليمي، هنالك عدم وجود ظهير سياسي للمؤسسة العسكرية. لذلك أعتقد أن ما قدم لا يمكن تنفيذه إلا وفق قاعدة توافقية عريضة. أهم نقطة فيها أن يتم إخراج الذين تم اعتقالهم من السجن، ثم إجراء تفاوض مفتوح، تفاوض ينتقل بالأحداث إلى مربع جديد. لا يمكن إعادة أقارب الساعة إلى الوراء، لا يمكن الرجوع إلى ما كان. طيب التفاوض الجديد هل يقتضي سيد ضياء هل يقتضي نسف الوثيقة الدستورية أو كل ما اتفق عليه خلال المرحلة الانتقالية؟ الوثيقة الدستورية يمكن أن تتسع لآخرين. المشكلة الأساسية فعلا هنالك كانت مجموعة صغيرة داخل قوى الحرية والتغيير هي التي كانت تسيطر على السلطة وتريد استدامة الفترة الانتقالية لأطول فترة ممكنة، ورفضت أن تتسع هذه المساحة لتستوعب
مجموعات أخرى، مجموعات سياسية أخرى. ورغم أن رئيس الوزراء كان يحترف بأن هنالك أزمة سياسية خانقة تستدعي توسيع قاعدة المشاركة، تقتضي توسيع إدخال الأطراف الأخرى غير المؤتمر الوطني، هذا باحتراف رئيس الوزراء قبل أن ينادي بذلك المكون العسكري أو المكونات التقليدية التي احتصمت أمام القصر الجمهوري. أعتقد أن هنالك احتراف بالأزمة وبطبيعة الأزمة، ولكن هنالك اختلاف في روشتات العلاج. فجاءت هذه الروشتة الصادمة من قبل المؤسسة العسكرية حينما وصل الأمر بالنسبة لديها إلى مرحلة أن الطرف الآخر غد يدفع بالأوضاع نحو التحريض على انقلاب من داخل المؤسسة العسكرية، حيث صرح السيد إبراهيم الشيخ وزير الصناعة بأن على الجيش اختيار قيادة جديدة غير الفريق برهان. وربما هذه الإشارة وهذه الرسالة هي التي عجلت وسارعت بأن يدخل المكون العسكري في هذه المجازفة، في هذه المغامرة، في هذه التي يمكن أن نطلع عليها قفزة في الظلام. نعم، شكرا جزيلا لك ضياء الدين بلال، محلل سياسي وكاتب صحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا لك. في الأثناء يحضر السودان في جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات المتسارعة هناك في الساعات الأخيرة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك مراسل الحدث طلال الحاج. مساء الخير طلال، وأهلا بك إلى 19. ما الذي ستناقشه تحديدا هذه الجلسة؟ من دعا إليها ومن حضر؟ نعم، الجلسة الطارئة هذه كريستيان تعبر عن موقف دولي داعم لاستقرار السودان وأمنه، وتعقد بطلب من المملكة المتحدة. فبريطانيا هي حاملة القلم في ملف السودان في داخل مجلس الأمن، وهي التي طلبت عقد هذه الجلسة الطارئة، وحصلت على تأييد من 9 دول داخل المجلس، من بينها تونس العضو العربي والولايات المتحدة. السفراء في المجلس يستمعون في هذه اللحظات إلى إحاطة خلال هذه الجلسة حول التطورات الأخيرة في السودان من الدبلوماسي الألماني فولكر بيرثس، وهو الممثل الخاص للأمين العام في السودان، وأيضا رئيس بعثة يوناتيمس، وهي البعثة الأممية للمرحلة الانتقالية، وهو موجود في الخرطوم ويتحدث إليهم عبر دائرة مغلقة إلى المجلس. داخل هذه الجلسة نتوقع كريستيان أيضا ستكون هناك عبارات للتعبير عن القلق من الدول الأعضاء حول الأحداث الأخيرة، وفيما إذا كانت ستؤثر على أمن واستقرار السودان والعملية الانتقالية فيه وخططه التنموية كذلك. تطرقون كما نفهم إلى اتفاق السلام الذي أبرم بين الأطراف السودانية المتقاتلة في جوبا، وعلى أهمية المحافظة على هذه الاتفاقية من أجل التحرك نحو الديمقراطية في السودان. طبعا البعض سيطالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء، ولكن نفهم الآن أن رئيس الوزراء تم إطلاق سراحه بالفعل، ولكن البعض من السفراء عندما دخلوا إلى داخل المجلس لم يكنوا يعرفوا هذا الأمر، وتحدثوا إلى الصحفيين. السفير الروسي في واقع الأمر إذا سمحت لي كريستيان، نعم، تحدث بأنه يحث الأطراف على تفادي العنف، الجميع تحدثوا كذلك، ورفض أن يسمي الأحداث في السودان بأنها انقلاب، وصفها بتصارع على السلطة، لكن لا يمكن نسميها انقلابا كما قال السفير الروسي. بالنسبة لنتاج أو بيان من هذه الجلسة، بريطانيا حاملة القلم في ملف السودان كما نفهم ما زالت تتفاوض مع أعضاء المجلس، ومن بينهم تونس الممثل العربي، على نص بيان يتفق عليه الجميع يتعامل مع هذه التطورات الأخيرة في السودان، ولكن يبدو أن المجلس حتى الآن لا يتحدث بصوت واحد، مما يزيد من صعوبة إصدار بيان صحفي من المجلس حول السودان. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مراسل الحدث طلال الحاج، كنت معنا مباشرة من نيويورك، شكرا لك. الساعة 10 مستمرة، وفيها أيضا مقابلة مع شقيق الناشط أحمد عبد الصمد الذي اغتالته ميليشيات إيران في العراق.
سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم من جديد. نتابع مع الشأن العراقي. أمام أنظار والدة الصحفي أحمد عبد الصمد وعائلة الصحفي صفاء غالي الذي قتل مطلع العام الماضي على يد ميليشيا مسلحة أطلقت عليها القوات الأمنية اسم فرقة الموت، قدم أحد المتهمين في الحادثة إفادته. وفي الإفادة الأولية قال المتهم إنه شارك في اجتماع شهد وضع خطة اغتيال أحمد عبد الصمد ثم مرافقة المجموعة لتنفيذ العملية، حيث قال المتهم إن المجموعة طاردت عبد الصمد وغالي وفتحت عليهما النار حتى توقفت سيارتهما. عملية الاغتيال تمت بحجة مشاركتهما في تظاهرات تزعزع أمن المحافظة. وأضاف المتهم أن زعيم الميليشيا برر اغتيال عبد الصمد وغالي بدل اعتقالهما بصدور فتوى مباشرة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تقضي بتصفية أحمد عبد الصمد. من بغداد ينضم إلينا عبر سكايب محمد عبد الصمد شقيق المراسل الصحفي أحمد عبد الصمد. أهلا بك محمد إلى 9:00. إذا ذكرنا ما قاله المتهم باغتيال أخيك. أهلا بك. أمام المحكمة كنت حاضرا أنت خلال إدلائه بإفادته، لو تخبرنا بالتفاصيل ماذا قال، ما كانت دوافعه لارتكاب عملية الاغتيال هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنت حاضر بقاعة المحكمة حتى أخذ إفادة أصحاب الحق الشخصي بالنسبة لأحمد عبد الصمد والدته وزوجته، بالإضافة إلى أخذ إفادة أبي صفاء غالي باعتبار أخوانا باعتبار أنهم كانوا أمام الزوج، وأختها اعتذرت لأن مصابة يعني دا كورونا. فتم أخذ إفادتهم، ثم أتى الدور لأخذ إفادة حمزة كارم الخضير مفوض بالشرطة القضائية. فطرح القاضي عليه السؤال على المتهم حمزة، فوجه له سؤال قال له أخذنا أقوالك ابتداءً وقضائياً وإفادتك واعترفت بارتكاب الجريمة والتنظيم مع المجموعة الإرهابية فرقة الموت، تأيد هذا الاتهام يعني هي إفادتك؟ قال لي صحيح هاي إفادتي لكن مو كل شيء بيها صحيح. قال له يعني شنو مو كل شيء بيها صحيح؟ قال بيها يعني صحيح إفادتي بس بيها. قال له تحب تضيف شيء على الإفادة؟ قال ها يعني حق لي أحكي؟ قال له إيه أوكي أحكي. فبدأ يطرأ هذا يتكلم حمزة كاظم مخضير القاتل المجرم. فقال إحنا أتابع تظاهرات صار حرق صور مال الشهداء، يعني شهداء الحج الشعبي أو مال الميليشيات.
وثم تم اعتقال على ضوء التظاهرات اعتقال 3 من المتظاهرين في ساحة في الكت البحرية يعني من قرب المحافظة حاليا، وكانوا متواجدين طبعا فرقة الموت حمزة ومن ضمنهم أحمد طويسة وأتباعهم يعني متخشخشين يعني داخل المتظاهرين. وعند انطلاق المتظاهرين إلى قيادة الشرطة حيث تم اعتقال المتظاهرين من أجل إطلاق سراحهم، توجه حمزة ومع أحمد طويسة ضمن المتظاهرين، قال أثناء هذا مشينا يعني نحو القيادة اجى اتصال على أحمد طويسة السائق مال كان السيارة اللي كان نقلوا بها عملية الاغتيال قبل ساعة التظاهرات، قال تحرك بالعجلة وقفها أمام قيادة الشرطة محافظة البصرة. فمن وصلوا لقيادة الشرطة يعني المتظاهرين وأحمد من ضمنهم وصفاء غالي، قال تم إطلاق سراح 2 من المعتقلين بقى بس شخص واحد، قال ثم سوينا بلبلة من أجل تفريق المتظاهرين. قال القاضي يعني شنو دوركم على من أجل اغتيال أحمد؟ قال على أساس نريد هذا، طيب إحنا نيتنا إحنا نقتاله اغتيال بس على أساس لازم أول شيء نحتقله من ثم تصويته. وعندنا تعليمات من هيئة الحشد الشعبي بأن إذا صار اعتداء على قيادة الشرطة إحنا نتدخل. فزرع فقال يعني كلمة يعني عامية بالدارجة، قال علاسة علاسة، قال شنو يعني كلمة علاسة؟ يعني قال إحنا طلعناها، إحنا فرقة الموت من أجل تفرقة المتظاهرين. قال صحيح ونجحنا بهذا الأمر، وأكو شخص معاهم همين اسمه عباس هاشم عنده يعني دراجة نارية، قال لهم أنا هم بيناتهم اتصال على أساس يقتاد أحمد يعني يستدرجه من أجل احتقاله. احتقاله سأل القاضي قال له زين وين راح تعتقلونه؟ قال راح على أساس نعتقله نأخذه إلى مركز تحقيق الحشد الشعبي. مركز تحقيق الحشد الشعبي، قال له زين وين مقر هالمركز التحقيق؟ قال له هذا ما أعرفه، أحمد طويس أحمد عبد الكريم ضمت هو اللي يعرف بي. ثم توجه صعد دراجة أحمد ويا هذا عباس هاشم، وصل سيارته قال له زين وصفا غالي المصور؟ قال هو يعني الدعاء فبركة، قال له لقيناه بالسيارة. فصعدوا صعد أحمد اتصلوا وهذا عباس هاشم اتصل قال له زين وسيارتكم وين كانت واقفة؟ قال فرق عن سيارتين عن أحمد عبد الصمد يعني قدام سيارة أحمد عبد الصمد. قال فاتصل على أحمد طويسة قال له أحمد عبد الصمد هاي تحركت سيارتهم وصفة وأحمد جالس بالمقعد الأيمن صافة يعني بجانب السائق. فقال تحركت سيارة هذا عجلة مالت أحمد احنا نمشي ورا خلينا تقريبا 200 متر من وراء دراجة هم نمشي وراء صديقهم. فقال جازينا على جهة اليسرى وبدنا فتح النار الى ان توقفت السيارة. نزل احمد طويسة ومدعو ابو فاطمة ملقب ممكننا ابو فاطمة قرمة يعني اساس ما يعرف اسمه الكامل. كملوا الاطلاقات النارية على احمد وصفاء. قال لزون القاضي السائل قال مو عساس تحتقلونا عساس هذا التحقيق هاي؟ قال ليش؟ قال ما ادري انا شو. قال لزين القاضي عندك مسدس عندك سلاح؟ قال لا ما عندي. قال شو ما عندك سلاح؟ انت مو مفوض بالشرطه؟ قال اي عندي انا مفوض بالشرطه بس ما عندي سلاح كنت حامل. قال انت ما سالت زين شنو السبب ليش قتلته؟ قال من اجل عساس هم عاد قال حرق الصور، قالوا اكو تصوير مقطع فيديو من الدولة احمد عبد الصمد اكو شارع رئيسي بالطويسة موجود بداية بوستر مكتوب شارع الامام الخميني. انتقد احمد عبد الصمد قال ما يعني الجمهورية الاسلامية يصيرنا هذا نسمي شارع رئيسي بايران او بالاهواز نسميه باسم شارع السيد السيستاني يصير يعني ما يقبلون، فاحنا ليش تفرضون علينا ارادات خارجية على الشعب العراقي؟ هاي مجرد انتقاد لا اكثر. قال زين انت من عساس تعتقلون قتلتوه؟ زين ما سالت لاحد؟ قال ايه سالت احمد طويسه كان قاعد بصفه يعني حمزه انه بتولى قياده السياره يعني من طلقت سياره احمد. طيب. حمزه كان يسوق. طيب هو الدافع للقتل نعم هل ذكر بانه كما يعني كما ذكر الفيديو بانه كان لتنفيذ فتوى من خامنئي؟ نعم 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 انا جايش بهذه العباره. فسأل قال لي تغرت ما سألت رئيس العصابة أحمد طويسة سألت قال إيه سألت؟ قال لي شنو سألت؟ قلت لي سألت شنو من هذا ليش غير قتلنا؟ قال لي أحمد طويسة جتني فتوى
يعني جاء اتصال يعني كتلته على ضوء فتوى، قال له زين ما سألت القاضي، طرح سؤال ثاني، قال له زين من جتك الفتوى هذا؟ يعني بصرح العبارة قال له زين فتوى من علي خامنئي. عاد السؤال بصيغة الثانية القاضي يعني ما اقتنع بهاي إجابته، عاد السؤال الثاني قال له مرة ثانية بصيغة ثانية قال له زين على أساس تحتقلوني وعلى أساس تأخذون الحجز والتحقيق وهيك أمور يعني هيئة الحجز الشعبي منطقة القصور. زين ليش كهذا؟ ليش قتلته وليش هذا؟ متأكد سألته؟ قال إيه سألته. قال سألت أحمد طويسه المسؤول عنك يعني من جاي الفتوى؟ قال له إيه سألته. قال له شنو جاوبك؟ قال له جاوبني نجتني فتوى من علي خامنئي. طيب هل أخبر كيف أتت هذه الفتوى؟ يعني من تحديدا تحدث معه وأخبره بالفتوى؟ نعم، قال له زين ما عن طريق أحمد طويسه من جت الفتوى؟ قال له جتني من هيئة الحج الشعبي. من تحديدا هيئة الحج الشعبي؟ ما ذكر يعني اسم، يعني اسم كوسيط عراقي، بس من جت فتوى من هيئة الحج الشعبي من علي خامنئي باختيار أحمد وصفوان. قال زين بعد ما اختارته مرة رحت وقال وصلنا هذا أبو فاطمة قرمة، وصلت أحمد طويسة مقر الحجد الشعبي منطقة القصور، ثم رجعنا السيارة خليتها بالشركة مالت أحمد طويسة، عنده شركات قال وعنده مسابح هواي أمور، وبالأخص وقال أنا أشتغل سائق عندي. سأل القاضي قال شلون تشتغل سائق أنت أحمد طويسة؟ أنت مو مفوض منتسب بالشرطة القضائية؟ قال أشتغل بوقت فراغي، أشتغل سائق عندي. اعترافه الصريحة بالنسبة، وسأل آخر شيء القاضي قال له شو تقول أنت مذنب أم بريء؟ قال له أنا ما كانت، قال له لا تشرح لي النية، إحنا سمعناك يعني وهاي إفادتك ابتدائية وقضايا مسجلة وهسه هم دولنا لاحق لهذا بالإفادة ضفتها، شو تقول؟ قال أنا بريء. بريء على أي ضوء؟ ما نعرف. بس إحنا استغربنا من دخولنا قاعدة عدت المحكمة المجرم اللي تم القبض عليه الثاني حيدر فاضل، حيدر فاضل ربيعي ما موجود بقفص الاتهام، حيدر فاضل ربيعي كان بالاعترافات الأولية والتدوين القضائي موجود، حيدر فاضل مشترك معهم بالجريمة. لكن طب هل أخبروا أكثر عن يعني ماهية الفتاوى التي تصلهم، وهل هذه الفتاوى تحدد أسماء بعينها؟ لا ما سأل، المشكلة القاضي هو اللي يوجه السؤال، هو اللي يسأل المتهم. احنا لما بالنسبه لنا عائله الضحايا هو عندنا اسئله، هو عندنا فد استفسارات يعني قاتل. لا قصدي من خلال استماعك، من خلال استماعك قصدت انه هل يعني سال، هل وجه السؤال هذا القاضي هذا السؤال؟ لا لا ما وجه، اختصر السؤال فقط بقضيه احمد وصفاء، ما وجه له السؤال. يعني لو وجه له السؤال طبعا راح يعني هو يقول حكي يعني احتمال يعني خارج قضيه احمد وصفاء. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. شكرا. محمد عبد الصمد شقيق المراسل الصحفي أحمد عبد الصمد، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك. شكرا لله، أهلا وسهلا. مع استمرار الأزمة داخل جماعة الإخوان وخاصة بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد، كشفت مصادر للحدث نات أن جبهة إسطنبول علمت بصدور قرار سري وصل لمكاتب الجماعة من إبراهيم منير ينص على طرد جميع المؤيدين للجبهة والمتعاطفين معها، واصفا إياهم بالساعين للفرقة. بيان منير طلب بحصر أسماء المتعاطفين مع جبهة إسطنبول ورفعها إلى المكتب، وتضمنت قرارات منير السرية أيضا خطوات التعامل مع المتعاطفين مع جبهة حسين كترتيب جلسة استماع من الشعبة لكل فرد متعاطف على حدة ومناقشته ومواجهته بشأن ضرورة تحديد موقفه من قيادة منير للجماعة، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة وقف أنشطته التي وصفتها القرارات بالمثيرة للفتن في الصف. ونصت قرارات منير على استمرار مراقبة ورصد مدى صدق والتزام العضو الإخواني بعدم تكرار ما فعله، وفي حالة إصراره على المخالفة يتم التعامل معه بشكل صارم ووفق خطوات أخرى قد تصل
للفصل النهائي من صفوف الجماعة، وتضمنت القرارات إعفاء العضو الإخواني المسؤول والذي يتولى منصبها داخل الجماعة من أي مهام تربوية أو دعوية أو تنظيمية في حالة إصراره على التعاطف وتأييد جبهة محمود حسين. وشملت القرارات أيضا إيقاف العضو الإخواني غير المسؤول من كافة الأنشطة الدعوية والتربوية وتحويله للتحقيق. وقبل أيام كشف طلعت فهمي المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين أن مجلس شورى الجماعة انعقد بشكل رسمي مؤخرا وأعفى إبراهيم منير من منصبه. بدوره اتهم عصام كليمة القيادي الإخواني والمدير السابق لمكتب يوسف القرضاوي جبهة محمود حسين باختطاف الجماعة ومؤسساتها وعدم قبولها بأي انتخابات، محملا الجبهة مسؤولية انقسام الجماعة بعد رفضها لكافة مبادرات الصلح والإصلاح. وعلى الجهة المقابلة طالب شباب الجماعة في السجون في مصر شيخ الأزهر الوساطة والتدخل للعفو عنهم والمصالحة مع الدولة وحل أزمتهم بعيدا عن قادتهم وصراعاتهم. مقتلين من 54 ل 74 بمجموعة دخلت الإخوان، ليست من الإخوان، تنظيم سري محمود عزت ومن على شكلته، وابتدوا يصعدوا الناس اللي من زاوية الطاقات المحدودة زي محمود حسين ومحمود غزان ومحمود الإبياجي ومحمود عبد الرحيم ومحمود إبراهيم، كل من اسمه محمود بس. فهذه المجموعة ما كانتش لها أي وجود. القيادي الإخواني أحمد مطر اتهم من يدير الجماعة في إشارة إلى محمود حسين الذي يرأس ما يعرف بجبهة إسطنبول، اتهمه وجماعته بالعصابة. هؤلاء ركبوا الجماعة وخطفوها إلى مسار لا علاقة له بالإخوان، مسار يعني التنظيم السري ومجموعة من المروجين لهذا التنظيم ومجموعة من السكرتارية، لكن لا في مبدعين، أي مبدع لازم يمشي. هؤلاء هم اللي طلعوا بعد الفتوح وهم اللي طردوه وخلوه يتجن ويبقى ولو عملوا في خيرة اللي عملوه بفتوح كان كفر. كريم الزعفراني صاحب الفضل على مصر كلها، وهم اللي كانوا عايزين يرفضوا محمد البلتاجي، وهم اللي كانوا عايزين مش هقول اسماء تانية بس. فما تستغربش ان محمود حسين، لا محمود حسين هذا ما يعني ما هو لا رؤية له ولا عقل له ولا تفكير، ولو حصلت معجزة ورجعنا هتبقى معركة بيننا احنا. هم قبل كده ذبحونا للأسف الشديد، ذبحوا الجيل بتاعنا كله. هو في عهد الدكتور مرسي حد من الجيل بتاعنا تولى مسؤولية ولا شارك في صنع القرار؟ لا في التنظيم ولا في الفريق الرئاسي. بقت الناس تروح تتكلم يا جماعة فين فلان فين فلان فين فلان فين فلان. ده أردوغان وعبد الله جولة وأحمد داوود أوغلو لما راحوا مصر سألوا على أسماء بعينها. في الموازاة تجري قيادات وأعضاء مستقيلة من حركة النهضة مشاورات لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقها عن الحزب، وذلك بسبب ما اعتبرته فشلا في إقناع زعيم حركة النهضة رشد الغنوشي بالإصلاح داخل الحركة والالتزام بمبدأ التداول السلمي للقيادة. هذا وتم تشكيل لجنة للبدء في المسار القانوني لإطلاق الحزب الجديد والذي يتوقع أن تكون خياراته الفكرية والإيديولوجية متباقية أو متقاربة مع حركة النهضة. وبحسب مصادر مطلعة فإن قيادات وأعضاء النهضة المستقلين يسعون لنوع من التوافق على أن يتولى عبد الفتاح مورو رئاسة حزبهم الجديد ويعاونه عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم وسمير ديلو وعدد من أعضاء البرلمان المجمدة أعماله كالتومي الحمروني وجميلة لكسكسكي ونسيبة بن علي. مورو الذي غاب عن المشهد السياسي وغادر هياكل النهضة بعد خوضه السباق الرئاسي السابق تعول عليه قيادات النهضة المستقيلة بسبب الثقة التي يحظى بها لدى التونسيين، حيث حصل على المرتبة الثالثة في استطلاع آراء حول ثقة التونسيين بالسياسيين بنسبة وصلت ل 17%. وكان القيادي المستقيل عن حركة النهضة محمد بن سالم قد أعلن عن تفكير القيادات المستقيلة من النهضة جدياً في تكوين حزب وسطي منفتح
لكل من يؤمن بهوية الشعب التونسي العربي الإسلامي. من القاهرة ينضم إلينا منير أديب الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، ومن تونس ينضم إلينا الدكتور علي العلاني الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيد منير، هل مثلا المحاولة التصحيحية التي تجري في تونس يمكن أن تكون انعكاس للشرخ الحاصل بين لنقل إخوان لندن وإخوان اسطنبول، أم ليس بالضرورة؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذة كريستيانو وبمشاهدي الحدث. لا شك أن ما حدث من صراع وشرخ ربما لإخوان مصر انعكس على كل أفرع التنظيم في كل المنطقة العربية، ولذلك بنظرة دقيقة ما حدث للتنظيم في العام 2013 انعكس على التنظيم في تونس، حتى وإن كان يعني حدث بعدها بسنوات، يعني بقرابة 8 سنوات. ولذلك ما يحدث للتنظيم الآن بين جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين ربما أدى بصورة أو بأخرى إلى بدايات انهيار التنظيم أو تفكك ما يمكن أن نسميه بالبنية التنظيمية، التنظيم الذي ربما عاش أكثر من 90 عاما. ولذلك في تونس، وهنا أقصد إخوان تونس، ربما يكونوا متقدمين نسبيا عن إخوان مصر أو حتى التنظيم الدولي، ولذلك هم يحاولون تلافي انعكاسات ما حدث لإخوان مصر وانعكاسات الصراع الدائر ما بين جبهتي لندن واسطنبول، ولذلك هم يريدون إنتاج ربما حزبا سياسيا جديدا يتلافى الفشل الذي عاشته أو عاشته النهضة للشعب التونسي، ويتلافى أيضا ربما عوامل الانهيار التي يمر بها جسد التنظيم في لندن أو حتى في اسطنبول. دعني أنقل هذه الفكرة إلى الدكتور العلاني. دكتور العلاني، هل تعتقد بأن حركة النهضة يمكن فعلا يعني أن تكون أو يعني أن تفرز حركة جديدة يمكن أن تقنع الشعب التونسي وفعلا تتمايز عن حركة النهضة؟ وكيف يمكن أن تتمايز؟ هل يصل الأمر إلى حد التمايز الإيديولوجي؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن حركة يعني الحزب المزمع إنشاؤه من المنشقين عن حركة النهضة هو ربما يمثل عملية استباقية لما يمكن أن يحصل في المستقبل الأيام القادمة، إمكانية حل الحزب أو يعني محاكمات لقيادات يعني من حركة النهضة، وبالتالي هناك شبكة كبيرة تمتلكها حركة النهضة، هناك مخزون تنظيمي من الخلايا ومخزون مالي كبير وكبير جدا. في صورة حل الحزب الأموال تذهب إلى خزينة الدولة، وبالتالي لعل من بين الأسباب التي دفعت هذه المجموعة 131 لإنشاء حزب جديد هو الحفاظ على هذا المخزون المالي والتنظيمي للحركة. بالنسبة إلى المقارنة بين تنظيم الإخوان في مصر وتنظيم الإخوان في تونس، هناك نقاط التقاء وهناك نقاط خلاف. لا ننسى أن تجربة الإخوان في مصر كانت محدودة في الزمن، بالنسبة إلى النهضة بقيت 10 سنوات في الحكم، والانشقاق بدأ عندما أو بوادر الانشقاق بدأت خاصة بعد 25 يوليو عندما تأكدت الحركة أنها لم تعد في الحكم، وحتى الحكومة القادمة الحالية عفوا هي كلها من عناصر لا علاقة لها بحركة النهضة، وحتى الموظفون الكبار والسامون
الذين وضعتهم حركة النهضة في مختلف الوزارات معظمهم قد وقع تغييرهم، أي أن حركة النهضة عندما شعرت أنها خرجت من الحكومة يعني. وهنا أشير أن الغنوشي سنة 2014 عندما وقعت يعني عملية الخلاف بين يعني العديد من الأحزاب السياسية، ويعني جاءت عملية تغيير أو ما يسمى بحكومة التكنوقراط وخرجت النهضة من هذه الحكومة، لكن نعم. الغنوشي حينها قال نحن خرجنا من الحكم من الحكومة ولم نخرج من الحكم. الآن هم خرجوا من الحكم. التغييرات الكبيرة التي وقعت مثلا في وزارة الداخلية 52 موظف سامي في الكثير من الوزارات في الكثير من الإدارات المركزية والجهوية، وبالتالي فكرة الانشقاق أصبحت الآن أكثر مطروحة من السابق. طيب سنعود إلى فكرة الانشقاق يعني، وإذا ما كان فعلا يعني يمكن تسميتها أيضا بغير الانشقاق، ربما إعادة إنتاج الحركة ولكن بطريقة أخرى. سيد منير، الشرخ الحاصل بين جبهتي اسطنبول ولندن إلى ما يمكن أن يؤدي؟ هل يمكن أن يؤدي إلى إلغاء إحدى الجبهات للجبهة الأخرى، إلى ربما محادثات تعيد إنتاج جبهة واحدة يعني أو حزب يعني أو حركة أخرى ولكن بشكل جديد، أو ربما رص الصفوف مرة أخرى؟ نعم، أعتقد هذا تقديري الشخصي. نحن نتحدث عن بدايات انهيار حقيقي لبناء ربما استمر أكثر من 90 عاما. ما يحدث الآن داخل تنظيم الإخوان المسلمين لم يحدث على مر تاريخ التنظيم الطويل. هو لم يكن صراعا ولم يكن شرخا ولم يكن حربا بين مجموعات صغيرة. نحن نتحدث عن انشطار طولي وعرضي داخل التنظيم بين كل مجموعات التنظيم، بين الإخوان المسلمين المصريين الذين قادوا التنظيم من خلال المرشد العام للإخوان الذي كان يختار مصريا منذ المؤسس الأول حسن البنا وحتى هذه اللحظة، والإخوان المصريين كما يعلم الجميع هم الذين كانوا يشكلون مكتب الإرشاد بشكل كامل وبالتالي يديرون التنظيم من القاهرة. هذا منذ 90 عاما وحتى هذه اللحظة، ومجلس شورى الجماعة الذي كان يختار مرشد الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد. ولذلك أختصر فأقول أن هذا الصراع ما بين جبهتين، ما بين الإخوان المسلمين المصريين وما بين التنظيم الدولي. إذن انفصال الإخوان المسلمين المصريين سوف يؤدي إلى انهيار التنظيم الذي اعتمد وما زال على الإخوان المسلمين المصريين في قيادة التنظيم على مدار أكثر من 90 عاما. ولذلك نحن نتوقع أن ما يحدث الآن من اتهامات متبادلة ما بين إخوان مصر وما بين إخوان لندن أو إخوان الأفرع الأخرى للتنظيم في باقي المنطقة العربية وغير العربية هي بدايات انهيار لما يمكن أن نسميه ببقايا التنظيم. ولذلك نحن نتوقع أن التنظيم سوف ينهار عما قريب، سوف يتم إنتاج مجموعات جديدة. هذه المجموعات الجديدة سوف تأخذ لافتة الإخوان ولكنها سوف تختلف بطبيعة الحال عن المجموعة الموجودة. نعم. غالبا المجموعة التي سوف تتشكل الفترة القادمة سوف تكون من جيل الشباب وسوف تضع علامة إكس على كل عجائز التنظيم، سواء جبهة إبراهيم منير أو جبهة محمود حسين. هذه المجموعة الجديدة سوف تنشأ غالبا في أوروبا وسوف ترفع اللافتة وسوف تكون لها شعبية محدودة داخل التنظيم. دعني أختم أستاذ منير بس لضيق الوقت، اسمح لي أن أختم مع الدكتور علاني. هل تعتقد بأنه فعلا ما يحدث اليوم داخل حركة النهضة هو انشقاق بين صفوف يعني الحركة، أم أنه خطوة ذكية من قبلهم للحفاظ على الحركة بطريقة ما عن طريق إنتاج يعني وجه جديد لها؟ هو في الحقيقة الاثنان معا، هو انشقاق ولكن يسمى في المصطلحات التنظيمية بالانشقاق المبارك، يعني أنهم يحاولون استيعاب
المجموعة الكبيرة التي يمكن أن تتفرق إذا ما تم يعني حل أو قرار قضائي بحل التنظيم، وما يعني ما يؤكد أن هذه المجموعة ربما يمكن أن تسمى النهضة 2. لماذا؟ لأن المؤسسين الذين سيكونون هذا الحزب كلهم ينتمون إلى الجيل الأول، والقيادات التي تحدثتم عنها في تقريركم فيها ما يسمى بالصقور والحمائم، وبالتالي يعني ليس هناك اختلاف عقائدي، وإنما هناك اختلاف حول التموقع داخل التنظيم وحول سلطة القرار. لا ننسى أن هناك قيادات من الصف الأول تعرضت إلى حسب تعبيرها إلى الظلم من طرف الغنوشي عندما غير بعض القوائم الانتخابية في الانتخابات الأخيرة وأزال البعض، وبالتالي هناك خصومات تنظيمية، ولكن على المستوى العقائدي والإيديولوجي لا يوجد هناك فرق كبير إلا ربما في التكتيك. الغنوشي خير المواجهة مع الرئيس قيس سعيد، هذه المجموعة هي تطرح نفسها كيعني مجموعة تريد التوافق، نعم، أو إيجاد أرضية تفاهم مع الرئيس سعيد، وبالتالي لا أعتقد أن التونسيين والطبقة السياسية والنخب السياسية يرون في الحزب الجديد هو بالفعل حزب يتبنى الفكر الإسلامي أو الفكر السياسي الممزوج بالمرجعية الإسلامية. لا أتصور أن هذا يعني صحيح. شكرا لك الدكتور علي العلاني الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، كنت معنا من تونس. كما أشكر أيضا منير أديب الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، حدثنا من القاهرة. شكرا جزيلا لكما. ونختم مشاهدينا مع هذا الفيديو الذي يحبس الأنفاس لمواطن برازيلي نجا بأعجوبة من عضة تمساح بينما كان يسبح في بركة ماء بمنطقة كامبو غراندي في البرازيل. نتابع. O homem nadando ali, junto com o jacaré. Esse é o Tarzan. Olha lá. Pegou, o jacaré pegou ele. Nossa, pegou o braço dele. Que perigo. Machucou o braço aí? وبهذا نأتي إلى ختام 19. شكرا لمتابعتكم، وألقاكم غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.